العبقري صلاح جاهين، مدرسة كبيرة في الفن والإبداع في مصر، وعلامة لا يمكن تتنسي في تاريخ الثقافة المصرية. فتحت أول صفحاتها زي النهاردة يوم 25 ديسمبر 1930، صاحب الرباعيات اللي أثرت مسيرته الفنية بشكل كبير بعشرات الأعمال الإبداعية في الشعر والكاريكاتير والفنون التشكيلية والتلفزيون والسينما وكل فروع الفن. صلاح جاهين ببساطة وبسلاسة قدر أنه يعبر عن أحزان الناس ويقدر يوصل لهم بأسلوبه وينقل لهم الثقافة الرفيعة لملايين الناس من البسطاء بخفة وبساطة وعبقرية الفنان الكبير صلاح جاهين اللي بتحتفل بوابة الأهرام النهاردة بذكرى ميلاده. دلوقتي معانا على التليفون أستاذ محمد دياب الناقد الفني. مساء الخير على حضرتك. وصلاح جاهين بعظمته وبتاريخه يظل حاضرا في الوجدان والعقل المصري والعربي على مر العصور. بالتأكيد يا فندم، هو يعني بمثابة يعني نقدر نقول بإيجاز إن هو الروح المصرية الشعبية والحكمة عندما تتجلى شعرا. وهو فنان متعدد الأوجه، يعني ليه نشاطات متعددة كتير. هو شاعر عامية وشاعر غنائي ورسام كاريكاتير وممثل وكاتب سيناريو وكاتب حوار ومنتج سينمائي ومغني وراقص باليه زي ما حضرتك بتقولي. لأي مدى حضرتك شايف أنه يعني وصول شعر صلاح جاهين وكلمات صلاح جاهين اللي أثرت في كل الأجيال قادرة أنها توصل للأجيال الجديدة وتأثر فيهم بهذا النمط يعني؟ بالتأكيد يعني هو من حسن الحظ انه اعمال كتير ليه مغناه، واكثر الشعر اللي بيعيش هو اللي بيتحول لشعر غنائي. من حسن حظنا ان هو اعمال كتير قوي ليه اتغنت، طبعا من ضمنها الرباعيات لحنها وغناها الشيخ فايد مكاوي وغناها كمان الفنان علي الحجار، ودي اللي قال عليها الكاتب الكبير يحيى حقي انها بمثابه عطر الاحباب. طبعا ديوانه ده الشهير جدا، رباعيات اللي بدا نشره في مجله روزا اليوسف سنه 59 وصدر في ديوان سنه 64، كان بينشره اسبوعيا، كل اسبوع رباعيات. في البدايه كانت مصاحبه برسومات للفنان ادم حنين، بعد كده بقى هو يرسم بنفسه. الحقيقه يعني الواحد محتار يقول ايه ولا ايه. وبعدين في حاجه مهمه جدا بخصوص الفنان صلاح جاهين، وهو مش بس شاعر، هو فنان شامل. يعني ان هو اللي عمل اول نشيد وطني مصري اللي هو والله زمان يا سلاحي. قبل والله زمان يا سلاحي كان في مقطوعه موسيقيه اسمها سلام افندينا، دي استمرت حوالي 70 80 سنه من ايام الخديوي اسماعيل. هي السلام الوطني بدون ما يكون في نشيد وطني، مقطوعه موسيقيه فقط. لما هو قدم كتب للسيده ام كلثوم نشيد والله زمان صاحب حرب 56 ولحنه الاستاذ كمال الطويل ووزعه اندريه رايدر، سنه 60 الرئيس جمال عبد الناصر اختاره يكون هو النشيد الوطني المصري وموسيقاه هي السلام الوطني المصري، واستمر من سنه 60 لسنه 79. فهو طبعا ده شيء استثنائي في مسيرته ان هو كاتب اول نشيد وطني مصري حقيقي يعني. صحيح، انا حتى قريت انه احد هذه الرباعيات تم بيع منها 125,000 نسخه خلال 4 ايام. ايوه فندم، الرباعيات بيعت يعني نفذت وطبعت طبعات كتيره وما زالت يعني حتى انه دلوقتي بقت رائجه اكتر بالقاء الصوتي بتاعه موجود على شبكه الانترنت. يعني طبعا اغانيه الوطنيه لعبد الحليم ما نقدرش نتجاهلها، دي حاجه في المشهد بتاعه علاقته بعبد الحليم وسعاد حسني، دي علاقة استثنائية جدا. عايزين نتكلم أكتر عن تفاصيل العلاقة دي، ويعني عمل لسعاد حسني الدنيا ربيع والجو بديع وبانو بانو، ويعني أعمال فنية كبيرة عايشة معانا لحد دلوقتي وشفيقة ومتولي. نعم، هو كان الأب الروحي ليها كمان أكتر من كده. يعني علاقته بسعاد يعني بدأت من الستينات بس ما حصلش صداقة. يعني كان في الزوجة الثانية هو صوت الراوي، وكان كتب مشهد الأراجوز، بعدين مثلوا سوا في فيلم اسمه من غير ميعاد. كان بيمثل هو بيحب اختها، كانت بتلعب دورها الفنانه خيريه احمد. ما حصلش لقاءات في الفتره دي لحد سنه 71 كانت هي في موسكو بيعرضوا فيلم الناس والنيل مع الاستاذ يوسف شاهين في مهرجان موسكو. عرفت ان هو في مستشفى في مصحه بيتعالج في موسكو فراحت زارته سنة 71، من هنا بدأت العلاقة. ولما بدأوا يشتغلوا في فيلم خلي بالك من زوزو سنة 72
هي رجعته يكتب الشعر الغنائي تاني، يعني هو انقطع من اخر غنوه كتبها سنه 67 بعد تنحي الرئيس عبد الناصر اللي هي ناصر يا حريه، لحنها كمال الطويل. بعديها توقف عن كتابه الاغاني. سعاد حسني رجعته يكتب الاغاني تاني 72 لما ابتدوا يشتغلوا في فيلم خلي بالك من زوزو. مش بس كده، هي اللي دخلته مجال كتابه السيناريو والحوار، هي طلبت منه انه يكتب الفيلم. لانه حست انه هو متشبع بروح الشخصيه زي ما بتقول هي في لقاء ليها. فطلبت منه انه هو يشارك في كتابه السيناريو والحوار وحصل يعني. مش بس كده، ده انتجوا سوا، يعني هي خليته ينتج سينما كمان، انتجوا فيلم المتوحشه سوا، اسسوا شركه انتاج اسمها سندريلا فيلم، هي اللي انتجت فيلم المتوحشه. طبعا هو اللي كتب وكتب الاغاني بعد كده، بعد اميره حبي انا النجاح الصاحب اللي حصل فيه. كتب لها اميره حبي انا، وشارك كان مستشار فيلم بترنك، ويعني واضح جدا بصمته على الحوار. صحيح، علامات بارزه في حياه سندريلا. نعم، وشفيقه ومتولي طبعا هو الراوي كمان، هو اللي كاتب الاغاني. فكان كانت العلاقه، وطبعا لحد هو وهي يعني مسلسل هو وهي سنه 85 يعني. هو توفى في العام التالي 86 الله يرحمه. لما توفى هو طبعا في يعني زي ما بيقولوا البوصله بتاعت سعاد حسني راحت منها، لان هو كان اب روحي ليها حي. طيب حضرتك كمان كنت بتتحدث عن علاقته بالعندليب عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ طبعا اشهر الاغاني الوطنيه اللي ما زالت بنقولها لحد النهارده هو اللي كاتبها. يعني هو اللي كاتب احنا الشعب سنه 56، دي اول لقاء للثلاثه عبد الحليم وكمال الطويل. وكانت بمناسبه انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه العربيه المتحده ايام وحده مصر وسوريا. بعدين عملوا بالاحضان برضو كمال الطويل المسؤوليه على راس بستان للشراكيه، صوره كلنا كده عايزين صوره، صوره تحت الرايه المنصوره طبعا اشهر الحاجات، يا اهلا بالمعارك عيد الثوره 65. في 67 كتب له في الحرب انذار يستعمار، ودي الحان بليغ حمدي. ولازم برضو نتكلم عن بليغ حمدي لانه في حاجه استثنائيه بينهم. بعدين كتب ناصر يا حريه، وهي دي كانت اخر اغنيه يكتبها لعبد الحليم، اللي هي اغنيه التنحي بتاعت بمناسبه تنحي الرئيس جمال عبد الناصر وكمال الطويل. دي كانت اخر غنوه ما بين الثلاثه، صلاح جاهين عبد الحليم كمال الطويل، واخر غنوه يكتبها صلاح جاهين لعبد الحليم حافظ. طبعا يعني هنقول انه حصل توقف، وجاله احباط طبعا، اصيب باكتئاب بعد النكسه، لانه كانت دي نقطه فاصله في حياته. صحيح، وحياته الشخصيه والمهنيه. لكن ما توقفش، واستمر في الاهرام وكتب في الاهرام سنه 70 درس انتهى لمه الكراديس بمناسبة العدوان على مدرسة بحر البقر، واستشهاد عدد كبير من الطلبة فيها الأطفال. خدتها الفنانة شادية، وطلبت من الشيخ سيد متكاوي لحنها، وطبعا هي من أجمل الأغاني الوطنية اللي اتكتبت. وفي نفس يعني لما اتضربت مدرسة بحر البقر سنة 70، اتضرب مصانع أبو زعبل. كتب أغنية تحية للشهداء العمال اسمها إحنا العمال اللي اتقتلت قدام المصنع في أبو زعبل، نتلو عليكم عناوين جرانين المستقبل. دي لحنها الشيخ سيد مكاوي وغنتها المجموعه. دول ما كانوش مكتوبين كاغاني، لكن اول اغاني زي ما قلنا طبعا يا واد يا تقيل لما رجعته صعب. طيب عايزه كمان اتكلم مع حضرتك عن الكاريكاتير، وهو كان يعني برضو فنان كبير في مساله الكاريكاتير، مجله صباح الخير وروز اليوسف، ويعني الاهرام طبعا، والاهرام اكيد يعني كان رسومات الكاريكاتيريه حاجه اساسيه لكل مطلعي الصحف يعني في وقتها. يعني الاقرب كان لقلبه مساله كتابه الشعر الكاريكاتير، يمكن هو مثل حاجات بسيطه. نعم طبعا حاجات كتير زي الفهامه، زي شخصيه هو عاملها درش، حاجات كتير حتى يعني درش كان قال الفنان محمود الحديني كان عايز يعملها مسلسل او عمل فني. وطلب منه ان هو يكتبه له، فقال له لا ده اعمله بعد ما اموت انا يعني، الله يرحمه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا احنا ما نقدرش ننسى طبعا هو كشاعر غنائي غير الاغاني الوطنيه، كشاعر غنائي عاطفي، الاغنيه العاطفيه. وطبعا بدا بسوق بلدنا صوره غنائيه في الخمسينات لحنها الفنان احمد صدقي الاذاعه، وصورها المخرج صلاح ابو سيف في فيلم سينما قصير. وبعديها عمل
الليله الكبيره طبعا الفنان سيد الاوبريت طبعا الدولي لما المشهور اجتمع اللي عايش معانا طبعا. بالصوره الذهبيه بلدنا دور على صلاح جاهين وقال انا كنت عايز حد بيرم التنس كده يكتب لي حاجات جميله. فقابل صلاح جاهين وعمل له الليله الكبيره، عمل طبعا في نفس الفتره الاغنيه الشهيره جدا الوطنيه هنحارب كلنا هنحارب في عدوان 56 اللي غنتها المجموعه. عمل بعدين مع صحصح لما ينجح وحمار شهاب مسرح العرايس والاطفال. اسهاماته في الفوازير الاذاعيه كان بيكتب فوازير الاذاعه اللي كانت بتقدمها الاذاعيه القديره امال فهمي، وانتقل للفوازير التلفزيونيه سنه 70 لما كتب فوازير شهرزاد لزوجته الفنانه منى قطان، وبعدين كمل في الفوازير مع نيلي طبعا، ودي كانت علامه يعني بصمه كبيره فوازير نيلي مع صلاح جاهين. الحقيقه يعني التنوع كبير قوي في مسيرته، يعني مثل 9 افلام، يعني مثل في 9 افلام منهم في فيلم عالمي اللي هو فيلم كايرو اللي اتصور في القاهره الفيلم الامريكي. يعني الواحد محتار يتكلم في ايه ولا في ايه، يعني حتى بوجي وطمطم في رمضان هو اللي كان بيكتب اغانيها، يعني طبعا بصفته انه عنده خبره باع طويل في الكتابه للاطفال مسرح العرايس والاطفال. بالتأكيد موهبة فادة، والمواهب اللي بالشكل ده مش بتتكرر في تاريخنا، وعليه احنا بنعتز بعبقرية صلاح جاهين على مر العصور، نقدر نفضل نحكي عنها لكل الأجيال، يعني مدرسة فنية متفردة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. احنا بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد دياب الناقد الفني على وجودك معانا. رحم الله يعني الأستاذ العبقري صلاح جاهين، ودايما كلماته تفضل موجودة في أذهان وعقول الشعب المصري والعربي كافة.